السلام الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟ شلون عيال؟ كل شيء زين؟ ترى احنا نتكلم بالطريقة دي، والحين يجيك واحد من حقين اللي مسوي عنده حمية، تطنيس بنا انت، انا واحد منكم والله العظيم. مو بشذا شذا، ها بذي، ها لو تقول شيء. المهم اليوم راح اتكلم عن توزيعة منجارو او منهارو، تمام؟ لان سمعت البعض يقول منهارو، تمام، من اللي هم المتحدثين الاصليين، لكن احنا ما نعرف ايش قصه الموضوع. حتى رحت الويكيبيديا انا لقيته يقولون انها تنطق ك كيلو منجارو، لكن ما ادري كيلو منجارو ولا كيلو، عموما ما لقيت النطق الصحيح حتى بالويكيبيديا، لكن انا سمعت اكثر من شخص قال منهارو. المهم طبعا انا تعبت علشان اشغل لكم الفيرتشوال بوكس بالطريقه هذه، لانه معالج عندي قديم جدا على الديسكتوب فيستهلك ثم الصوتي خراب. عموما الحمد لله قدرت اشغل الحين، خلونا نشوف ايش الموضوع قبل ما يخرب شيء. ماشي طيب. طبعا تعمدت اني اشغل على الفيرتشوال بوكس ما اثبت التوزيع، علشان في ناس كثير تسال عن تثبيت النظام، هل هو تثبيته نفس طريقه الارتش لينكس اوامر او واجهه رسوميه. طبعا واجهه رسوميه سهله جدا، زي ما انتم تشوفون اصلا التوزيع تجي بواجهه رسوميه. طبعا التوزيع تجي باكثر من واجهه، لكن تفوق التوزيع هذه منجارو او منهارو، تمام، لاحظتوا بواجهة الاكس اف سي، لانه من يوم طلع اول نسخة طلعت كانت اكس اف سي، تمام، وكان مشروعهم قوي جدا على الاكس اف سي، وما زال اكس اف سي دائم لمساتهم يسبقون غيرهم باللمسات الخاصة بالاكس اف سي، تمام. يوه الله يصح. طيب اول شيء طبعا التوزيع هذا انا حاطه انه تحذو حذو لينكس مينت. لينكس مينت مسكت التوزيعات الديبيانيه، صارت هي البوابه للتوزيعات الديبيانيه، واعتقد ان مانجارو قريبا او خلاص هي صارت البوابه لتوزيعات ارتش لينكس. نبدا بالفروقات البسيطه ما بين اوبن ارتش لينكس. الناس تقول لي ابي استخدم ارتش لينكس لكن انا استخدم مانجارو. خلاصه الحديث مانجارو هي ارتش لينكس، تمام، ولكن ارتش لينكس مستودعاتها مختلفه، طريقه التعامل معها مختلفه، تمام. كل شيء تستخدمه بارتش لينكس عباره عن سطر اوامر، بالمنجارو لا، تقدر تستفيد من سرعه وقوه وتقصيص ارتش لينكس، ولكن في ادوات رسوميه الاغلب الاشياء اللي تستخدمها يوميا مثل تثبيت البرامج وغيره. خلونا نشوف التوزيع هذه وش تعطينا. اوكي طبعا هذه زي ما قلت لكم واجهه اكس اف سي اي، طبعا في واجهات ثانيه لكن انا اخذت الاكس اف سي لانه الاشهر بينهم، دائما يشتغلون عليهم. هذه القائمه، اوكي طبعا اول مره اشوف القائمه شفتها هنا، لكنها موجوده على لينكس مينت وعلى توزيعات ثانيه ترى. عموما لو رحنا الحين للقائمة هنا، الأشياء اللي راح تشوفها هنا أو الأشياء اللي تهمك تشوفها أنت كمستخدم حاب تستخدمها، ممكن تروح للسيستم عشان تشوف بعض الأدوات المهمة. لو رحت الآد ريموف سوفت وير، تمام، اللي هي الإضافة وإزالة البرامج، أولا حطوا لك برنامج رهيب جدا صراحة، صرت أفكر إني حطوا على الآرس لينكس، صراحة رهيب، يعطيني ميزات سريعة بواجهة رسومية بدل ما أقعد أكتب وأبلش. عموما لاحظ هنا عندك السيرش، طبعا أول ما تفتح راح يعطيك التحديثات، إحنا ما نبي نحدث شيء الحين، تمام. لو حبيت ابحث عن جيمب مثلا ضغط انتر، هذا الجيمب بس تحط عليه علامه صح، طبعا جيمب مثبت، لكن وش عندنا مثلا في ال سي، اعتقد في ال سي مثبت. هلا يا ابو لمبه محروقه. توتم، اوكي هذا توتم، لو حبيت تثبت بس تضغط عليه هنا وتسوي تحديد انستول وبعدين تحط الابلاي، سهله جدا العمليه. لاحظ انه في جروبس، تمام، فانت اذا حاب تنزل مثلا عن طريق الجروب، حاب تنزل كي دي اي كامله، واجهه كي دي اي، خلاص تحدد الجروب هذه كامله وتنزله، هذه الميزه بالموضوع. في ستيت بحيث انه يبحث لك عن لو حطيت على انستول يعطيك الحزم المثبته، ان انستول الحزم المتوفره بالمستودعات ولكن غير مثبته، اورفنز اللي هي الحزم اليتيمه، تو انستول اشياء تبي تثبت حاليا، يعني حطيت على علامه صح عشان ثبتها، تو ريموف اشياء حاطن عليه انك تبي تسوي الحذف بس ما بعد حذفته، تمام. ريبوز هذه هي المستودعات، ايش موجود المستودعات، طبعا معروف الارتش لينكس فيها ثلاث مستودعات رئيسيه اللي هي كور اكسترا كوميونتي، في عندك لوكال احيانا يكون موضوع. طيب طيب ايش عندنا بعد؟ هذا اول نقطه تهمك بالمنجارو غير موجوده بالارتش لينكس، تمام. بالنسبه لي الاشياء الثانيه ايضا راح تلاحظ انه في ادوات مثل الفاير وول، طبعا موجود الفاير وول كونفجريشن نفسه بالضبط الموجود على لينكس مينت وبنتو وغيره، لكن مثبت لك، تمام. راح نشوف الشغلات هذه بعد شوي. طبعا هي تستخدم ام دي ام، تمام، الواجهه الرسوميه حقت الام دي ام لتسجيل الدخول، فتخصيصها سهل. بالمناسبه شوف الرابط اللي تحت اللي موجود علشان تعرف موضوع الام دي ام والشغلات هذه كلها موجود، تكلمت عنها بلينكس مينت. اوكي في عندك سنسر فيو سوفت وير ابديت، ماشي، هذا ايضا برنامج خاص التحديثات، اعتقد راح اطلب من الباسورد، تمام ما طلب شيء، زين. اوه جميل جدا، يشبه حق الديبيان. اوكي فاللي عليك تسوي انك تضغط الابلاي بس، جميل. طبعا انتم عارفين توزيعات الارتش لينكس متدحرجه، يوميا ينزل لك تحديثات، فالمانجارو ترى قريبه من فكرته لكن سرعه التحديثات اقل شوي،
تمام، انه ما تجيك يوميه مثلا، ممكن تجيك يوم ورا يوم، ممكن اسبوعيا، تختلف. طيب خلونا نشوف نظره سريعه على المتوفر حاليا، ايش التطبيقات الموجوده، او خلونا نروح الاكسسوارز مباشره. تمام، عندك الابلكيشن فايندر، كليب مان حاسبه، تمام، اتش بي ديفايس مانجر لو عندك اسمه طابعه اتش بي، عندك ملاحظات هنا شيء يهمنا بعد، اوكي، مدير ملفات شغلات بسيطه، ديفلوبمنت اذا كنت مطور، في عندك اللي هو الاوبن جي دي كي، وفي عندك الكيو تي 4 جاهزه، جيمز والله في ستيم كامل موجود، تمام، يعني ثبت لك ستيم اذا انت رجعت تلعب العاب، تمام، جرافيكس عندك اللي هو دوكيومنت فيور خاص بالبي دي اف، وعندك هنا الجنو ايمج مانيبيليتنج بروجرام اللي هو عفوا مانيبيليشن اللي هو جنو عفوا اللي هو جيمب، عندك اللي هو ينار هذا مدجوسهم، هذا عرض صور، اوكي، انترنت اللي موجود عندك طبعا خلينا نضع فاهي هذا، عندك فايرفوكس، عندك اللي هو هكس شات اللي هو اي ار سي، تمام، فيجن مسنجر، وفي عندك ثندر بيرد، ماشي، اوكي، مالتي ميديا، في عندك الاوديو ميكسر خاص بتعديل الصوت والى اخره، تعرف تنزل ولا مهمنا، عموما هذه الخاصه بالتست كواليتي، اذا اختبر لك الصوت الداخل والخارج والى اخره، الفي ال سي برنامج عرض، والاكس اف بيرن هذا برنامج حرق اسطوانات، تمام، في عندك اكس نويز اعتقد انه مشغل موسيقى، الاوفيس جايه تطبيقات كامله ولا بس ثلاثه؟ اوكي، جايك ثلاثه من اهم الثلاثه اصلا من ليبر اوفيس، طبعا ممكن تنزل الباقي عن طريق المستودع اصلا، كالك امبرس رايتر، تمام، كلها موجودات، تمام، هذا شكله راح عموما خلوه بعدين، في عندك اللي هو الاعدادات هنا ما في شيء معين جديد خاص بالاكس اف سي، لكن انا كاني لمحته ادوبي، اوكي، حط لك مشغل فلاش ادوبي، تمام، ايضا في شغله ثانيه حاطينه ولا خلاص، تمام، اوكي، تقريبا هذا هو اللي موجود جديد بالتوزيع طبعا كخارج عن اللي هي شلون الواجهه المعتاده. طبعا تثبيت المانجارو، تمام، في طريقتين، في طريقه اللي هي سطر الاوامر هذه، وفي طريقه الجرافيكال، الجرافيكال اللي هي الواجهه الرسوميه سهله جدا، خلينا نشوف سطح المكتب تخصيصه بسيط جدا، ترى عن طريق الديسكتوب سيتنجز تسوي اللي تبي. زي ما قلت لكم الطريقة تثبيت ثنتين، طبعا التوزيع اول ما تثبته او اول ما تشغله تعطيك الرساله هذه، وطبعا زي ما قلت لكم حاولوا نقربون فكرته من لينكس مينت، وهذا شيء جيد لانه اذا قربت من فكره لينكس مينت راح تكون سهله جدا مثل لينكس مينت، تمام، لاحظوا انه هنا في بعض المعلومات دوكيومنتيشن ممكن تقرا هنا الدوكيومنتيشن الخاصه بهم، سبورت عشان تحصل على دعم، تمام، في عندك بروجكت اللي هو اذا حاب تساعدهم والى اخره، تمام، عموما هذه فكرته، طبعا هنا في جي كريستار والى اخره. طيب انا قاعد انتظر هذا يفتح بس ليش ما بعد فتح، تمام، لان اصلا مقصر على المعالج جدا 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 علشان يفتح لي الشغلات هذه بسرعه. طيب الان ما انه يفتح، تاكد اني فاتح بس اصلا، اوكي، اوكي فتح اصلا. طيب طريقه التثبيت بسيطه جدا زي ما انتم شايفين، فورورد، اوكي، علشان تختار اللغه بعد فورورد تختار التوقيت، طبعا توقيت الرياضه بينا، يلا، اوه وين راح؟ اوه عدن، يلا قال عدن يعني فرقت، يلا بلاد العرب يا اوطاني راح، بس فورورد امسك الرياض، طيب راح فورورد شكله اسرائيلي، ما يبي نقول بلاد العرب يا اوطاني، اسرائيلي شكله. طيب ها يلا راح فورورد، اوكي اوكي فتح الثاني تو فاتحه. طيب يجيك هنا تختار صوره ايا كانت الصوره هذه، تمام، عموما الموضوع بسيط جدا، تحط بياناتك وتكمل، هي مجرد فكره انه اوريك انه واجهه رسوميه. التوزيعه نعم ممتازه سهله، مي باسهل من التوزيعات الثانيه، تقريبا تحتاج الى مستخدم متوسط، تمام، بحيث انه يقدر الاشياء اللي غير متوفره ممكن يوفرها لنفسه، تمام. المميزات زي ما قلت لكم سطح مكتب جاهز، واجهه رسوميه للتثبيت، ايضا كوديكس خاصه بتشغيل الوسائط المتعدده. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، هذه توزيعات مانجارو، ممكن تثبتها على اللابتوب، ممكن تثبتها على الديسكتوب، ممكن تثبتها على اي شيء، تمام، اي مشاكل اي استفسارات تواجه مع مانجارو، اوكي، ممكن ترجع لي الويكي الخاص بالارتش لينكس لانه بالنهايه مبني على الارتش لينكس. هل انا اذا ثبت مانجارو ابغى استخدم ارتش لينكس؟ نعم، نفس فكرة الارتش لينكس، نفس طريقة التعامل مع الارتش لينكس، نفس كل شيء، يعني حتى لو كنت انا بثبته مثلا على جهاز معين وما عندي وقت اثبت الارتش لينكس راح استخدم مانجارو لان اساسا بسرعة تثبت اسرع من ارتش لينكس، تمام؟ لان بقى سطح مكتب والى اخره. اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، خليكم معي، اشتركوا اذا ما اشتركتوا، في امان الله.